انت بتسلم مصروفك لمرتك ولا ما بتسلمش؟ سلم خيو. لا انا بربط بطل الاخير. عادي ما في فرق بين الرجال ومرته. والله حسب. اواد ايه اواد لا. ايه ولا لا لا دير بالك. مسترجي ايش ما استرجي؟ لا ما خرجت تنزلي على السوق. انه اذا قضيت تشتري الاغراض او كذا وتامي مصروف البيت او كذا. بدها تستلمه اجباري يعني كل يوم. انا ما بسلم مصروفي لحدا. لا لا مرتي ولا لغيره. ما احنا متجوز. كل ما متجوز بسلمها ليش ما اسلمها؟ لا مصروف البيت مع المرأة حتى مع الوالدة. اي ومصروفي الشخصي معي. بالاساس هو المصروف من عم ياخذوه مني. اعوذ بالله. مستحيل. ليش؟ كلامي صار للشيخ؟ والله اوعك اصحك تنشرها هي. انا اليوم بدي اقول له للشيخ عيد السؤال عيد السؤال اصحك تنشرها. ليه بالموجه عيد السؤال؟ ما خرج حكيت كلام الملوك لا يعاد. كلامي صار لوصل لوصل عمه. طبعا هلا يلا بلش غير. يلا تعال رائع رائع. راح رائع. هلا بالنسبه المصروف طبعا بده يكون مشترك بين الزوجه وبين الرجل، وحلو التفاهم والاتفاق بكل شيء يعني. والله ما بسلمه لمرتي. لانه اذا بدك تسلمه للحرميه بدك تطلع من اخر النهار خالص. مع مين عم تحكي؟ مع عديلي. والله طيب بدي اسال عديلك. افتح لي السبيكار. تمام يلا. انا بسلم انا بحط معها هالمصاري بس وقت اللي بدي اصرف انا باخذ من الانفل هذا، بس الخزني على طول اشوي زيت معي مصاري بحطه في البيت. لا الحرمي بتسلم. لا بس انا عندي تنتين بقى مين بدي اسلم؟ بقى بدي اشتري انا غصب عني. وين المشكله؟ عادي خلص بعطيها ايش بدها لعيونها. انه هي مثلا انا برات البيت تمام، هي تروح تجيب اغراض عادي. عملناها 40 سنه بقى ضليت على البقون. لا والله. لا والله. ليش؟ يا ما النسوان ما بتمسك مصاري. مش عم نضل مستحكي معك. لا لا ليك، اذا سلمت المصاري بصير بايديها. تمام. هلا هيك كشملك. حتى ما استرجي ايش يعني ليش المرة ما هي عنصر من الدار؟ بعطيها مصروفها باخذ مصروفي ايش؟ كله للمرة. الله يشهد. ما انا بحكيك الا سوا. كله بيد المرة. ضروري جاوب يعني؟ لا ما يناوي. ليش؟ ما يناوي. ليش؟ ما في حرج انه تسلمها يعني، بالنهاية زوجتك، بيتك، اهلك، انك عاطي لحدا قريب. يعني في شغلات بتربطن اكثر من المصروف. هلا هذا اتفاق عندي بيكون هي خرجت تستلم المصروف، وين المشكلة؟ ليش لا؟ اليوم نحن المجتمع بحد ذاته انه هو عم بيقول لك انه مناصفة بين الزوجي والزوج. فيوم عند البتشيل الزوجي كانت أهل وعندها مؤهلات لتستلم كتف عنك، وين المشكلة؟ أنا صرفته تصرفه كله إذا سلمتي. لا والله. ليش؟ أني ما في شغل وعم اشتغل العربانة وأجار بيت 75 دولار لك. لك ديش أنا عم أجيب. يا أخي أش معرفني؟ أنا بسلمه أنا بالعادة. شلون ما بسترجي؟ أنا مأمنع أولادي، شلون ما بدي أمنع المصروف؟ نحن زلم ما بنخاف من النسوان، والراتب بضل معنا ما بعطي راتبي لمرتي. ليش؟ لأمي بعطيه. نهاية بدها تصرفون على الأولاد، وين بدها تصرفون يعني المصروف؟ لأني الزلمة بنا والمرة جنة، أو بالعكس. الله يعطيك العافية.